بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، كلف سموه لجنة التنسيق والمتابعة لحملة فينا خير المعنية بتوزيع المساعدات بتخصيص 5 ملايين دينار لدعم الأسر والمواطنين البحرينيين المحتاجين والمتضررين من وباء كورونا. بهذه المناسبة تقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لما يوليه جلالته من اهتمام كبير لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين والمبادرات الكبيرة التي أطلقها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لحفظ سلامة مملكة البحرين وجميع من عليها من المواطنين والمقيمين ودعم المواطنين والمقيمين منذ بداية ظهور هذا الوباء، حيث وضع صحة المواطنين والمقيمين على رأس الأولويات وأمر بتخصيص ميزانية كبيرة لحماية الإنسان والاقتصاد الوطني من هذا الوباء لتكون البحرين رائدة في التصدي لوباء كورونا على المستوى العالمي وأكسبها السمعة الطيبة والإشادة الدولية من منظمة الصحة العالمية، مثمنا الجهود الحثيثة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وما يقوم به فريق البحرين الوطني للتصدي لوباء كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والذي يعمل بكل جد لاحتواء ومنع انتشار وباء كورونا كوفيد-19 في المملكة عبر تطبيق كافة المعايير الدولية والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مشيدا بالتجاوب الكبير الذي أبداه المواطنون والمقيمون والشركات والمؤسسات مع الحملة الوطنية فينا خير والتي حققت نجاحا متميزا لدعم الجهود الوطنية في التصدي لوباء كورونا. من جانبه بين الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس لجنة تنسيق الجهود والمتابعة المعنية بتقديم المساعدات في الحملة الوطنية فينا خير بأنه بناء على هذه التوجيهات الكريمة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سيتم تخصيص المبلغ المخصص لدعم 3 فئات أساسية من المجتمع وهم الأسر المحتاجة المسجلة لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والذين تقدموا بطلبات المساعدة المستوفين لكافة المعايير والشروط، والأسر المنتجة المسجلة لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والذين تأثرت أعمالهم بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للتصدي لوباء كورونا، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال غير المؤمن عليهم والمسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة والسياحة والحاصلين على السجلات التجارية الافتراضية والذين تأثرت أعمالهم بسبب وباء كورونا.